نفذت الخطة بالضبط مثل ما قلت لي، خليت حمد وهو اللي هاجمه، وأنا وفرت مجهودي كل الحلقة الأسبوع الجاي. حرام يكسر الخاطر، صدق قاعد في الاجتماع كأنه كرسي، شوي يتحجج يتكلم بالتليفون وشوي يروح الحمام. في النهاية المخرج قال له شنو، روح اطلع برا، روح مع طارق ومؤيد، روح افرز مشاركات الناس على السناب، وخلي ليلى وحمد هم اللي يكملون كل شيء. من هو طارق ومؤيد؟ مساعدي الإعداد. سمعت شيء؟ هذه سعود وليرانا. ليلى الله يخليك، قعدي مع بنتنا، ترى البنية حاطة في بالها ان هذه الولد لازم تسوي له شيء، ثانيا كل رفيجاته مات المدرسة مسافرين، وانت وحنين مشغولين عنها وايد، وهي حاطة في بالها شلون تنقذ سعود من هالحيزبون مرتبوه. شوفي لنا حل يا ليلى. حاضر. هذا منو؟ ما ادري. سعود خير؟ اي خير، انتوا اللي نشوفكم نشوف الخير. اسمع، بنتك وخرها عن ولدي وحطني على بالك زين، اذا ما انت عارف تربي بنتك راح ارد اربيها من اول ويدي. اخ عادل احترم نفسك والزم حدودك، تبي تتكلم تعال ندش داخل نتكلم بالعقل. ماني داخل بيتك ولا بقعد وياك. ليلى وين فرح؟ تعال تعال لا تعبين نفسك، بنتك البريئة الطفلة الحنونة برا، تعال أوريك إياها. شنو؟ تعال تعال. أيوة يا شريف يا ابن الحلال، ارحمني يا ابن الحلال. يا أخي يمكن نايم، يمكن في الحمام، ما أبي أرد. ما أنا عارف أنك مش عايز ترد، بس أنت لازم ترد. على فكرة أنت هتفضل كده لحد إمتى؟ ألو، أنت كويس؟ أنا كويس. يلا روح البس، النهارده سهرك سهره حلو. شريف اذا انت جاي عشان تبيني اطلع معك ترى طلع من البيت ماني طالع، ريح نفسك يا ابني. انت عاجبك اللي انت بتعمله ده؟ انت بتضيع نفسك وبتضيعنا معاك يا بسام. اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، البطوله باقي عليها اسبوعين. حرام عليك يا راجل، الانجازات اللي عملناها وانت تحديدا عملتها. بص احنا محتاجين نجيب بديل لطارق. انت كبير كفايه وعارف ان الدنيا ما بتقفش على حد. عربيتك هتبقى جاهزه في اقل من اسبوع، عايزك تحط شويه بنزين وتتحرك، ولو فيها اي حاجه انا هظبطها لك. وليك عليا هعمل لك لسته بكل الناس اللي تنفع. معلش يا بسام. انت شلون تتكلم كده؟ يعني أي إحساس قاعد تتكلم فيه؟ ليش تتكلم بهذه الطريقة من الحلال معاي بهذا الوضع؟ أنت قاعد تتكلم عن طارق كأنه تاير سيارة، ولا كأنه لمبة انحرقت في السيارة، مو كأنه واحد من أخواننا، واحد من فريقنا. الله يسامحك يا عم. ماشي ماشي يا بسام، على فكرة طارق ده كان صاحبنا كمان، بس أنا ما بتكلمش في الأحاسيس دلوقتي، أنا يا صاحبي بتكلم في الالتزام. إحنا عندنا مشكلة، في فريق مربوط بيك كله متعلق بأمل إن أنت ترجع، هنعمل إيه فيهم؟ طب أنت عارف حاجة؟ مازن من يومين جاله عرض من فريق تاني وبيفكر يروح،
ما هو يا معلم يا نقول للناس هنعمل ايه؟ يا كل واحد يروح لحال سبيله. يروح يروح. قول لبسام يقول لك السلام عليكم موفق روح. ماشي، ده مازن وده شريف. طب وانت ووضعك وسباقاتك وبطولاتك وجامعتك، انت مش واخد بالك انت بتعمل ايه؟ بص يا بسام، يا هنلتزم بجد ونصحصح ونفوق ونرجع زي زمان، يا اما ما ينفعش. طب انا هقول لك على حاجه عشان تقول ان انا برضو جدع معاك، انسى البطوله دي خالص. عندك بطوله الشرق الاوسط تقريبا يوم 22، يعني باقي عليها 5 اسابيع. ريح زي ما انت عايز تريح، وعربيتك هي كده كده متظبطه ومستنياك. ليك عليا احسن نافيجيتور في الميدل ايست، انا هجيبه لك وخد راحتك. احسن نافيجيتور في الميدل ايست راح، واللي مستني بسام حاط يدي على خده. قول له ترى بسام بيطول، ريح نفسك والله يوفق الجميع. هذا كل اللي عندي اقول لك يا شريف الحين. ماشي بس انا اسف ان انا قلقت نومك النهارده. كمل نومك يا معلم، بس كلامنا هيرجع يكمل تاني. لا ابدا، خذ الباب معك. بلاش اللون ده معانا معانا معانا، بلاش ده معانا، بلاش اللون ده معانا، بطل حركاتك. بس ممكن اخد معك سيلفي؟ طبعا ممكن تاخدي سيلفي. اجي اتفضل، ممكن تصورنا؟ اوكي اصورك سيلفي. اوكي تعالي يلا، هيبقى واحده لوحدنا عشان بس يعني على الذكرى دي نحتفظ بيها دي. شكرا. عفوا. مبروك على النجاح ومنها الاعلى ان شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. وعلى فكره انا معكم بنفس الجامعه بس قسم الصحافه. فعلا؟ طب اشوفك بقى في الجامعه يعني، تعدي ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. باي. نورتينا. ايه ده البت كل اعوذ برب الفلق، يعني جت تبارك لك ولا تحسدك؟ ولا احنا اللي بنحسدها ولا ايه بالظبط؟ تحسدني انا ليش؟ انت اللي ما شاء الله هندسه ومواد فول مارك ومضبط امورك. يا عم خد انت الهندسه والامتيازات دي كلها وسيب لنا المعجبات بس. المعجبات بس؟ اه. اولا يا صديقي ما يحسد المال الا راعي. ثانيا مو على اساس ربي هداك وتحب ريهام وعريس. لا يا ابني دي حاجه ودي حاجه تانية خالص، يعني موضوع ريهام ما يمنعش المعجبات تماما. خد اشرب طماطم. ليه؟ عشان يبقى عندك دم. يا عم انا عندي دم، شيل بس دي طماطم دي ولا ايه دي؟ انا مش فاهم اصلا. والله يا طارق الدنيا ما تسوى من بعدك يا صاحبي. خلصتي شغلك اللي غاطسه فيك هالمده هذه؟ خلصت الا ربع، يعني باقي كم شغله صغيره باكر اخلصها ويكون كل شيء تمام وتتضح الصوره. اوه يا حنين. الو يا حنين، صاير ايش فيك؟ ايش فيها فروح النزغه؟ شو مسويه بعد؟ لحظه لحظه، اعطيك ابوي قولي له السالفة. لحظة اسمع شو مسوي النزغة. الو لازم يا رؤى، لازم يعني ترنين 20,000 مرة بس عشان تعرفين شنو السالفة وليش أنا ما أرد؟ الناس يدقون الباب قبل لا يدشون. آسف يا ست الحسن، يلا قمي بدلي ونزلي، مطلوبة حية أو ميتة؟ لا يلا يلا طلع برا وسك الباب وراك. يعني أقول حق المرة أنك نايمة؟ مرة؟ أي مرة؟
ومؤيد. تفضلوا. دشي. كثر خيرك. ما قصرتي. ليلى. نعم، لا تدوسين عليها حيل، شوي شوي، ديري بالك. هذه البنت مالها طالعة من البيت، وتاخذين تليفونها تخلينه عندك بالغرفة يا ليلى. حاضر، موافقتك تماماً. ماما. بس، وليش عين تعترضين بعد؟ يعني ترضين إن الريال يدش البيت هني ويهزئني قدامكم؟ هذه أنا اللي كنت بساعدك عشان حل موضوع سعود؟ دام إن راسك يابس وتبين تسوين اللي على كيفك، تحملي. حنين. جوي. حنين. شفيك؟ نعم بابا، صاير. شفيك؟ صاير. ما صاير شيء، لأنك ما تدرين عن شيء. سمعوني زين انتو الثنتين. من باكر كل وحدة تبدل الغرف، انت تاخذين غرفة اختك وحنين تاخذ غرفتك. بابا شلون انا كذي؟ بلا استهبال. جوي بتساعدك. شفيك؟ زوانة شو يخصني بهذا كله؟ اتشحطط واتغربل واغير نظامي كله عشان غلط مالي شغل فيه؟ علشان انت اخت العودة، اخت العودة الفاضية اللي ما تدرين عن اي شيء في البيت، ما تدرين شو اللي قاعد يصير، ما تسمعين ولا تشوفين الا حدود غرفتك. مشكلتك هذه مو مشكلتي انا. مشكلتك ان انت مو ويانا في البيت. اسمعوني زين. من باكر باب الغرفة ما ينصك. يظل مفتوح. تسمعون؟ يلا فوق. يلا 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 فوق. يلا على غرفكم. يلا. يا هداك انت لا تحصل كذي، خلاص اللي تبيه راح يصير. ابو فاطمة احب اقول لك انا ما اسوي شيء الا اذا اكون مقتنعه منه 100%، بس بعد ما يتنفذ طلبي. فاطمة حبيبتي، أنا مو جاية أراضيك، أنا جاية أخيرك، يا إنك تقعدين هنا في بيت أبوك، يا إنك ترجعين معي، ومن غير شروط ولا أي طلبات. يا أم مؤيد، أنت جاية تصلحين ولا بايعة؟ صحيح إن فاطمة بنتي هدت بيتها في أقل من شهرين زواج، وحاطة راسها براس سكرتيرة اللي تكون هي. هي بايعة قصدك. صح ولا لا؟ على كل حال شكرا يا ابو فاطمه. فاطمه اروح ولا تجي معي؟ الله يحفظك. سعود تعسى. سعود ما ابي. انا بس ابي اعرف انت ابويا ولا ابو مؤيد؟ انت شلون تسوي كذي؟ شلون ما ترد عليها؟ اي صدق، هذه حرمه شاشه وبعيونها الشر. انت شلون تكبر براسها على بنتي حبيبتي؟ سمعيني يا فاطمه، انا يمكن كنت مشغول وانت صغيره وما عندي وقت اجابل وربي، وخليت كل شيء على امك اللي ما قصرت، سوت مني صوره مبهره ما شاء الله. مجرد صوره، لا عقل ولا احساس ولا تربيه. ورد فعل مؤيد بالنسبه لي عز الطلب، فرصه يربيك ويعلمك السنه اللي ما تعلمتيه هني. علي خريج محاسبة دفعة 2005، كان يشتغل بالجمارك، راح التجارة وبعدين يانا المالية. سجل الوظيفي نظيف وتقاريره السنوية ولا أروع. راتبه بعد آخر ترقية معقول. متزوج وعنده ولدين. عيال شنو؟
بشري سلامتك. ولا شيء. رايل اختي قال لي اعطيني يومين وبشوف لك الموضوع. لا وغير كذي قدموا لنا طلب بكتاب للبيانات وصور الملفات. عاد والسالفه يمكن ياخذها لها اسبوعين اقل شيء. وي يعني بحاول. انزين شوفي في كلتا الحالتين تسوي الكتاب وانا اخذه وادي للوكيل يوقعه. وبعدين اذا رايل اختك قدر انه يسوي المطلوب كان بها، اذا ما قدر ننطر الرسمي. ان شاء الله. يلا اخليك. ماشي. تفضلي يمه. تصدق يا مؤيد؟ ودي فاطمه هذه تجلس ببيت ابوها على طول وما ترد. ايش دعوه يمه؟ لهالدرجه تكرهينها؟ لا ما اكرهها. بس اللي يحبك احبه واللي يعزك اعزه واللي ياذيك اذيه. انت مو ملاحظ انك بعد ما رجعت من شهر العسل اول مره تجلس معي وتتريق؟ اصلا يما الريوق معاك ما يتطوف، القعده معاك ما تمل وعسل. انت من تسولفين انا غيب وتاخر على الدوام. الله الحين عاد اللي يسمعك يقول ما شاء الله كل يوم من الساعة 7 رايح الشركة وانت أول واحد طق الباب. شفت شلون؟ شفت شلون مهملتني وما تدرين عن إنجازاتي؟ أنا خلال أسبوعين سويت اللي ما سويته طول حياتي. ويها خير علي من تزوجتها أول شيء وقعت عقد المعدات البحرية للنوادي البحرية. ثاني شيء والأهم وقعت عقد مناقصة المعدات الطبية حق مستشفى الخليج اللي مقرب يصير بالكويت. التمويل من دول مجلس التعاون. مبروك عليك. وجهها خير علي. ان شاء الله شايف كل الخير على وجهها. ادري ما ادري. ادري الدعوه من تحضرتك بس ما يخالف مقبوله ولا تيني عكسيه منك. يما تكفين شلون على فاطمه الحين؟ قرار قرارك. مو المشكله يا يما راسها يابس. ما راح تعتذر ولا راح تتنازل عن طلباتها. بسم الله عليك عاد الحين انت ما شاء الله عليك راسك بسكوت مثل ما يقولون. انت بعد مثلها. اسمعني انا عندي كذا حل. اول حل يا انك تروح لها وتراضيها بتظل طول عمرك مطاطيلها تحت، يا انك تروح لها وتقنعها وانت تخليها تجبرها انها توافق على كل شروطك وتكسر شوكتها طول عمرها، يا انك تظل الكره بينكم رايحه راده انتوا الاثنين لين ما تشوفوا لكم حل. اختار. تكفيني يا نبع الحنان امي الغاليه دوري لي حل. والله نبع الحنان مو هي اللي راحت تزوجت فاطمه، انت اللي رحت وتزوجتها من بين بنات الديره كلها، انت اللي اخترتها. اسمعني عدل مؤيد، ييتك هذه قاعد معاي وتتريق وياين من الصبح ويا نبع الحنان ويا يمه وفديت قلبك، اترك عنك الكلام هذا كله. انت بتراضيها بس ما انت عارف شلون. روح شوف لك حل وطلع لك حجه يلا بسرعه، صالحها ويبها روح. اكل بس اكل. مسوي رجيم ما ابي. الحين سويت رجيم. شو السالفه؟ اي سالفه؟ ايش عنده اسماء؟ طلبت ملفات الموظفين، شافتهم كلهم، بعدين خذت ملف علي من عند ادارتكم وصارت مكتبه. هذا حبيبتي اكيد في بوقه عوده. يلا يلا تعالي. زارتنا البركه يا عمي تو ما نور البيت. الحين لازم احد فينا يتكسر عشان تجون تزورونا. افا لا يبا عسى الله يبعد عنكم الشر، انا ازوركم باي وقت يبا. بس انا ما عندي شغل. صحيح بس انتوا للهين. على فكره نسيت ابارك لك على برنامج الجديد ترى تمام. الله يبارك بعمرك يا رب. على فكره هو لا جديد ولا شيء، هذا برنامجي انا ودلال الله يرحمها. الله بس احنا اللي نستثمر نجاحاتها. وليش تستثمرون نجاحاتها؟ يعني ما في تجديد، ما في افكار جديده، ما في ابداع؟ والله عاد هذه قصة طويلة. زبدتها ان القرار ما كان لي. إيه على فكرة يا عمي مشكور مشكور على هدية حنين، الله يخليك لنا ويطول لنا في عمرك ان شاء الله. هذا واجب. هذه حفيدتي وبنتي وبنت ولدي بعد، عفوا عليك انت ولدي احمد. يا سلام عليك.
ولدك الله يخليك لنا ان شاء الله. زين عيل ولدك الثاني وينه هذه اللي حتى بالاجازات ما نشوفه؟ والله يا احمد شو اقول لك؟ من احد يجيب طاري هالولد هذا يعورني قلبي. انا اقول له يا عمر شلون هانت عليك ديرتك؟ شلون هان عليك ابوك؟ شلون هانت عليك وخيتك؟ تصدق يمر عليه ثلاث اربع شهور يا يتصل مره. لو بدينا كان يتصل لك العيد. ما علي يا عمي، خليه يشوف مستقبله. على الاقل هناك هو بيكون متميز في شغله. ومعطينا منحه للدكتوراه في تخصص مو موجود الا عندهم. هذا التخصص عمره ما بيكون عندنا هنا موجود. خلاص يا عمي خليه يشوف مستقبله. ما قل له لا، يشوف مستقبله. عسى الله يوفقه ان شاء الله. لكن اللي يشوف نفسه علينا وعلى ديرته. على أبو يا أحمد، على أبو مهما يكون أوله عليه ودي أشوفه. تدري هذا ولدي الوحيد. أفوا مو من شوية أنا كنت ولدك الوحيد، غيرت رأيك. ردينا بالغيرة، شفت الغيرة. بسألكم عيل فروحة وينها؟ الطيبة العسولة؟ وبعدين هذا وين جاركم؟ خلى روحي ندفع. جارنا ما له شغل، هذه مرته هي اللي تحد الأبو على ولده وتقعد تشيشة طول الوقت، ومسكين هالولد كله ضرب وزف 24 ساعة. عاد حنين حبيبتي مو كل مرت أبو ظالمة. كاهي ليلى طيبة وعسولة وذهب وتنحط على الجرح ويبرى وتحبك. والله ترى صدق إني ولحان على فروحة، ودي أشوفها. إحنا جايين نتطمن عليها، وين فيه؟ فرح يدي معاقبة، أبوي معاقبها ومسكر عليها الدار، ما يصير تطلع اليوم. أفا يا عبد، تستعمل سلطتك حتى بالبيت؟ الفواتير ليكون تأخرهم، بعدين كلم المحصلين خليهم يمون روحهم شوي، والشيكات اللي صار لها أكثر من ثلاث شهور متأخرة حولوها المكتب القانوني. ما يصير كذي، فلوسنا كلها مطشرة برا، ما احنا قادرين نلمنهم 10%. حاضر. جمع 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 فلوس يا حبيبي، ما تشبع؟ شلونك؟ طيب استريح استريح. باسمي شو امورك؟ عساك بخير؟ الحمد لله الحمد لله بخير. متى الوصول؟ توي جاي من المطار. شو امورك انت طيب ان شاء الله؟ والله بخير الله يسلمك الحمد لله. الا صدق عظم الله اجرك في طارق وخطاك السوء. وسامحني ما قمت في الواجب، شايف الشغل شلون؟ معذور يا ولد خالتي معذور، أنا شكلي جاي بوقت مو مناسب، خليني أجيك وقت ثاني. لا لا معود، اقعد 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 اقعد، العمر يخلص والشغل ما يخلص، أنت كل يوم بتزورنا. إيش فيك بعدين أنت شكلك كذا؟ لا يكون عندك أزمة ولا متضايق من شيء، ناقصك فلوس، منكسر. هي مو أزمة أزمة يعني. خير خالتي فيها شيء؟ لا لا ما فيها إلا العافية. أشوى. أجل أكيد متهاوش أنت ومرتك. والله يا مؤيد وجاك اليوم اللي ربي بيطلع من عيونك اللي سويته في بنات الناس، وبدون ما تقول ادري ان سبب الهوش تافه. يبا سبب الهوشه نور. نور ايش دخلها؟ شلون اصلا تقابلت هي زوجتك؟ وين شافوا بعض؟ مويتني المكتب وشافت نور تاكلني تفاح. تفاح؟ طيب وبعدين؟ وبعدين كاهي بيت اهلها زعلانه صار لها 10 ايام. لا حول ولا قوه الا بالله. الله ويهك خير علي. ألو هلا عمتي شلون؟ لا لا أنا بالمكتب. شنو؟ بالمستشفى؟ خير عسى ما شر. طرحت؟ ليش هي كانت حامل؟ لا يا معود المهم سلامتها، المهم سلامتها كل شيء تعوض. ان شاء الله ان شاء الله بمر عليكم ان شاء الله ان شاء الله. يلا مع السلامه. والله يا مويه تشوف انا ما تشرفت وقابلت مرتك صراحه، لكن برافو عليك احسنت الاختيار، عرفت تختار واحده نفس طينتك. خليني اترخص انا بروح. وين رايح؟ تغدى ويانا. شو تغدى وياك من الحلال؟ روح راضي مرتك، اشتر لها هدايا وورد، ضبط الامور. السلام عليكم.
انت لا تحاتين، الشؤون القانونية هالأيام إجراءاتهم سريعة. انت بس جيبي لي الأوراق والمستندات سليمة وأنا بوصلك لهم مباشرة. ولا تعليج، ليتني أعرف اللي يموتون يحسون فينا يسمعون ولا لا؟ ودي أقول لك كلام وايد، كلام داخلي مو عارفة أطلع. لا ليلى ولا أسماء ولا أبوي، حد بالدنيا ذي كلها ممكن يكون عنده تأثيرك. ماما أنا محتاجتك، أحتاج أطمن حق ليلى أو أصدق أسماء، محتاجة حد فرح، ودي أقرب من بعض. ماما أنا صدق محتاجتك، محتاجة أفهم وايد أشياء، ودي أفهم ليش يدي ما قام يهتم حق مشاعري، شلون يتقبل إن أحد ياخذ مكان بنته، ليش يتحاشى يتكلم عنك وعن خالي عمر. ماما عقب باكر أول يوم جامعة، أنا وايد خايفة. ماما إذا تحسين فيني قولي لي شيء، إذا وصلي لي رسالة طلعني بالحلم على الأقل لو مرة واحدة بس. بليز ماما. أنت مصدقك؟ إيش قاعد تقولين؟ شلون أقدر أعيش بعيد عنك طول هالمدة؟ لا وزعلانة بعد. شوفي عاد بتنفسين وتشينين النفس وتيبسين راسك، ترى راسي أنا أيبس. راسك اليابس ضيع ولدك. ما عليه يعلها خيرة، أصلاً الله مو كاتب، مو كاتب إنك تروحين الجامعة أول يوم وانت تنسين. إيش سويت مع نور؟ واللي ردينها أفطيم، صدقيني ما بيني وبين البنت إلا كل خير، ما بيني وبينها شيء. مصدقت وانت ما في اي شيء من صوبك، بس ايه عندها تطلعات ثانيه والدليل التفاحه. مو صحيح اللي قاعد تقولينه، بعدين المره منفصله عن زوجها وعندها ولد، حرام عليك، مو زين تشوهين سمعه المره. لا وبعد ما انفصله، لا حبيبي انا عاد كذي مصره اكثر من اول انك تفنشها. لا عاد، لا عاد اسمحي لي، الصراحه ما اقدر، في واحد عزيز موصيني عليه. لا وش هي المناسبة إن شاء الله؟ يحبها. منو هذا؟ يبا واحد ما تعرفينه. ما عليه، حتى لو ما عرفه قولي أبي أعرف اسمه. بسام. أي بسام هذا؟ بسام ولد خالتي. بسام؟ آه بسام ما غيره مال الرالي؟ إي بسام مال الرالي. شلون؟ شلون يحبه وي أكبر منه؟ لا وأكبر مني بعد، بس القاعدة ما تسرع اللي يحبون. شوفي عاد دام دريتي خلاص عاد، ترى والي ارتحتي وطمن قلبك، ما بيش تفتحين هالموضوع مرة ثانية قدامي، لأن بسام محلفني إن ما حد يدري نهائيا. زين زين خلاص أوكي. أكيد. Adele, I give him food. He's refusing to eat. What shall I do? أنا اللي ما أدري إيش أسوي. أنا قلت افتك من البنت عشان الولد يسمع الكلام ومبطل عناد، هذا زاد علينا، حابس نفسه بالغرفة ما يبي ياكل، إيش تبيني أسوي؟ أذبح نفسي؟ يا معودة أخاف الولد يموت ولا يصير فيه شيء، نبتلش. Don't you want to get rid of him? شيش أنت يا نيتي؟ مو ليه الدرجة عاد. هيو ألو، هلا دكتور، شلونك دكتور سعيد؟ الحمد لله بخير، انشغلت هالاسبوع ما قدرت امركم، ان شاء الله الاسبوع الجاي بكون عندكم. الا ما قلت لي، عسى ما شر امر خير. امينه حالتها تحسنت وتبطلعونها؟ ايه الله يبشرك بالخير، الله يبارك بعمرك، ما قصرت. مشكور مشكور، شكرا دكتور، اكملت هذا اللي كان ناقصني. هلا هلا بالغالي ولد الغالية، خطاك السوء حبيبي، الحمد لله على سلامتك، نورت الكويت.
الحمد لله أني سمعت كلام خالتك وجيت، على الأقل تغير جو. بس على فكرة أنا زعلانة عليك، كيف تسكن في الفندق وبيت خالتك موجود؟ بهذه معك حق، ولو إنها ببيت أهلها، بس عارفة أن مؤيد ما يقدر يستغني عنها، ممكن بأي لحظة تجي. الظاهر يا بسام أنت تعرف حاجات أنا ما أعرفها. على العموم كيف الغالية؟ طيب ليه ما جبتها معك؟ خلاص أجل احسب حسابك مرة ثانية، لو تيجي بروح معك إن شاء الله. طيب طيب متى تيجي تتغدى معنا؟ بكرة، بكرة بتيجي على العشاء؟ خلاص إن شاء الله، مع السلامة. الحمد لله على السلامة، نورتي بيتك. وش في وجهك؟ كنت حامل. حامل؟ هذا احنا شلون نفهم له؟ فرح معاقبينها. كيف بيشتغل؟ حتى انتي؟ لا 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 لا، الولد مو طبيعي، مو طبيعي، اكيد ساحركم. معاقب يعني نايمة، نايمة فرح نايمة. ويشتغل. انت روح روح نام. هذا كم؟ ملل كذي وايد الصراحة، يصير تطللني؟ لا ما اقدر، باكر اول يوم جامعة ما ابي انام مبكر. زين فرح بس بالسيارة ونرجع، نروح نجيب عشاء لذيذ ونرد. قلتي حق امك؟ ماما كالعادة ساكت تلفونها بالدوام. وبابا؟ بابا من 11 من الصبح. وللحين ما رد؟ غريبة. اوف الساعة 9 وما رجع؟ خليني ادق عليه. على فكرة ترى سعود يسأل عنك، الظاهر انه معاقب مثلك والحيزبونة زايدة عليك شيلة. زين ولي عافيك، صادقيني وصادقيني بليز. تصبحين على خير. احمد احمد ايش فيك؟ فيك شيء؟ يبين علي لهالدرجة يعني؟ إيه يبين عليك، صاحبي وأعرفك زين ما زين، خير إيش فيك؟ أحاتي البنات يا أخوي. بنات؟ إيش فيهم البنات؟ تعال، لا يكون تفكر تجيب ولد، تراني أنا مو خابرك مثل هذيل. تبي الصج؟ لو كان عندي ولد ما كنت بحاتي البنات لهالدرجة. سبحان الله سبحان الله، لا اللي عنده ولد راضي ولا اللي عنده بنات راضي. يا اخوي احمد لا تدور المطالب، اقول قول الحمد لله، ترى والله ربك
أدرى بحسبته وحكمته. هي والله أكبر من فكرنا وعقولنا. الحمد لله الحمد لله. بسم الله، انت شفيت شفيت داشة هوشة خرعتيني. الشرع علي، انا الشرع علي، بس انا ما راح ازعلك، ما راح ازعلك ابدا عشان توفيني بوعدك. لي شنو؟ قولي لي صار. وصل وصل. صدق يبي اسمعي ترى ها لي عندك غدا ويوم اوف. هو مو بس غدا، هو غدا عشاء ويوم اوف وسينما وريوق، كل اللي تبينه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا عنا ذنكم. بخير علي، فيك شيء؟ لا بس حبيت اقدم اجازه اسبوع. ليش؟ عسى ما شر صاير شيء معك؟ لا ما في ظروف. مو مشكله، سلم الشغل حق احد زملائك وان شاء الله خير. انا سلمت الشغل حق زيد. مو بكيفك. انا اللي اقرر الشغل حق منو يستلمه. عاد رائد. ان شاء الله. زين بالاذن؟ تفضل. الصراحة أنا هنيك على حلقة الأسبوع اللي طاف. البرنامج في حلقتين حقق أعلى نسبة مشاهدة بين المحطات المحلية كلها. الواضح أنك كنت الدينامو للبرنامج من خلال شخصيتك الطاغية وحواراتك الموضوعية والمتزنة. أنت فعلاً يا ليلى مكسب للقناة. على فكرة ترانا نفسها ليلى اللي في يوم قلت لها اللي قدمتيه لا يرقى أنه يكون برنامج، صح؟ شنو اللي صار؟ ما عندي تفسير ثاني يا ليلى اقوله لك، بس لكن هذا اللي قريته انا من خلال الموضوع الركيك اللي بعثتي لي اياه والفقرات اللي غير مرتبطه. سليمان الله يخليك، شو هالحكي اللي قاعد تقوله؟ مستحيل طبعا، اكيد في شيء غلط. ممكن اشوف البرنامج اللي عندك؟ حاضري. هذا برنامج على باب الوزير، تفضلي. شنو هذا؟ هذا مو برنامجي. هذا لا يمكن يكون برنامجي اصلا. هذا ما في شيء من برنامجي غير الغلاف. شو يعني؟ معناها ان في احد بدل البرنامج قبل لا يوصل لك. تفضل. دكتور يعني الحين ام سعود طبيعيه ما فيها شيء؟ ردت كذي حالها حال الاوادم، ما تصارخ، ما عندها اكتئاب، السوالف اللي كانت تسويها ما راح تسويها. هي اصلا طبيعيه، اللي عندها حاله اكتئاب حاد مش جنون يا سيد عادل. زين دكتور يعني ما يصير تشكموم، تعال اخذ المره ويجيبها البيت. انا بعد لازم اضبط وضعي في البيت. يعني وضع البيت ما بيسمح ترجع هلا؟ انا ماني فهمان عليك. خد بالك يا سيد عادل انه هي هلا مهيئه نفسيا ترجع لبيتها وحياتها وابنها، واي تاخير وتسويف بالنسبه لها هذا معناه انه غير مرغوب فيها، وهذا حيرجعنا مره ثانيه لنقطه الصفر. يبا دكتور شو اقول لك، انت ريال ويمكن تفهمني عدل. الصراحة أنا أم مسعود يوم دخلت المستشفى اضطريت إني أتزوج، كنت محتاج مرة بحياتي، وما يصير فجأة أجيب أم مسعود البيت وتتفاجأ فيها زوجتي الثانية وأم مسعود تتفاجأ بزوجتي. يعني لازم أهيئ الأمور، لازم أقول حق زوجتي الثانية إني أنا كنت متزوج أم مسعود، وهل أم مسعود راح تتقبل الوضع بزوجتي الثانية ولا لا؟ أنا ماني عارف شنو راح يصير. يا أخ عادل هن الاثنين هلا بزمتك، وام سعود محتاجتك اكثر من الاول. انت شوف شو اللي صح واعمله، حتى لو تحط كل وحده ببيت، وهم الشيء انك تقابل ام سعود وتحسسها انك محتاجه وبتسال عليها. وعلى فكره انت ليش ما عم تجيب ابنها يزورها؟ عادل صدق ولهت عليك وايد. عادل انا صرت وايد زين وتغيرت، حتى سألت الدكتور ما قمت اسوي اشياء تضايقك
أقول شنطتي الذهبة، أغير ملابس الدكتور وبكون معاك. أمينة سمعيني، أنا أول ما اتصل فيني الدكتور قلت لك المستشفى على طول هنا. أنا عندي سفرة ضرورية ولازم أسافر وما أقدر أطلعك من المستشفى، بس أوعدك أول ما أرد الديرة إن شاء الله على طول أجي المستشفى وأخذك، وبعدين مثل ما أنتي عارفة ما أقدر أخليك بروحك ويا سعود في البيت. سعود له وضع خاص، والولد للحين مو متأقلم وياك ولا يدري إنك أنتي أمه، يعني وجودي راح يكون مهم جدا، ما يصير أخليك بالبيت ويا الولد بروحك وأنتي عارفة حالة سعود. يعني أنت إيش كثر بتسافر؟ يعني شهرين. شهرين؟ شهرين 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 وايد وايد يا عادل. أنت مو بروحي هني، أنا متضايقة بأطلع، ولهت على البيت، ولهت على ولدي بشوفه، ولهت على الجيران، ولهت عليك. طلعني مني. الله يخليك، أنا صرت زينة، أنا تغيرت. زين عادل مو مشكلة، طلعني مني وأنا وعدتك إني ما راح أقرب عند سعود ليه ما أنت تكون موجود، ودني سكنني في فندق، ما راح أضايقك. أنا تغيرت يا عادل، حتى أسأل الدكتور، دكتور قول له أنا تغيرت، صرت وايد زينة. أدري يا أمينة، أدري إنك تغيرتي، بس الموضوع مو بيدي، السفرة ضرورية، يعني إيش تبيني أسوي؟ يا عادل قول له تغيرت يا دكتور، الله يخليك قول له تغيرت. أنا اليوم المساء أطلع معاك أشتري لك الجنطة والدفاتر وكل شي تبينه. لا فرح أمك لا تجربينها، مشغولة وايد. وحنين بعد مو فاضية لك، حنين بيكون عندها جامعة ومشغولة، ولحن نبي نعرف جدولها وبعدين يصير خير. بابا وقفي حن شوي، كنك ما تبيني أوديك. إنزين سمعيني، غرفة حنين لا تدشينها ماشي، ولا توقفين وايد على ريولك عشان الجبس ما يطول معانا. يلا شنو ذي؟ حياهم الله، اللي يبون يزورونك حياهم الله. يلا بابا خلاص، يلا مع السلامة. أيبا لا توني خالصة، أدري تأخرت عليك، سوري 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 وايد. أنزين اسمع، في مطعم جديد هندي عجيب عجيب أكله، إيش رأيك نروح؟ أدري إن قلت حق الخدامة إن تسوي لنا اليوم الصبح مموش، بس غيرت رأيي، يعني ودينا نطلع، هم إنه يعني أعتذر، وهم إنه يعني كذي أساح لك شوي لأن الفترة اللي طافت انشغلت عنك. يلا عاد أبو عمر خل نروح. أوكي خلاص، ثلث ساعة بالكثير أنا عندك. لا تكون الزحمة أوريدي خلصت. ماشي اوكي. حنين ما اعتقد راح تكون معانا لان اليوم اول يوم جامعه، فعشان كذي ما راح تكون معانا. يبا مو تتاخر. اوكي انطرك. يلا باي.